يا ترى ليه ربنا سبحانه وتعالى بيحب الأذان وطلب مننا نردد ورا الأذان؟ يا ترى الأذان ده ملوش علاقة بالصلاة؟ ليه ربنا بيحبه وبيحب نردد وراه؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى خلانا واحنا بنصلي نركع؟ ما هو الركوع زي السجود، والواحد بيحني نفسه أمام ربنا عز وجل. هل الركوع فعل زائد؟ ولا في مشاعر معينة الواحد المفروض يحس بيها لما يركع، لما ربنا يشوفها يرضى ويفرح ويباهي بينا الملائكة؟ الصلاة اللي ربنا من حبه فيها خلى النبي يقول لنا صلى الله عليه وسلم إن ده أول عمل ربنا هيكلمنا عنه يوم القيامة ويسألنا عنه يوم القيامة. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلحت وسائر العمل. أنت عارف يعني إيه من حب ربنا في الصلاة؟ يسألك عنه أول حاجة، لو صليت زي ما هو بيحب خلاص خش الجنة. طب يا رب وبقيت حياتي؟ أهل العلم بيقولوا لو بتصلي زي ما ربنا بيحب الصلاة هتضبط لك حياتك وتخليك إنسان كويس مع ربنا ومع الخلق. أنت مدرك قد إيه حجم حب ربنا لهذا العمل؟ مدرك قد إيه قيمة العمل ده؟ وقد إيه لازم يكون في دايرة اهتمامك؟ الصلاة اللي من حب ربنا فيها خلى فيها لحظة اسمها السجود. هذا السجود اسمه معراج القلوب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. تسجد تكون في أقرب مكانة بينك وبين ربنا عز وجل من حبه في الصلاة. الموضوع يستحق إن احنا نسمع النهاردة إزاي نصلي زي ما ربنا بيحب ولسان حالنا. أحبك ربي.